يوسف ماشي حشومة عليك دابا تفلي عليا بحال هكا وضحكتي عليا وانا كنت باغي نعاونك وهادشي كامل دابا ما بغيتش حيت كثار عليك دابا انا واجد صح انا الخوات ريماش صح شوفي غادي تعاودي تجبدي خويا على فمك ولا تنذبحك برا قبل ما نبداو الفيلم انا عارفكم الخوت تحمستوا بزاف بغيت نقول لكم باللي اليوم الخوت مع 8 ديال الليل كاين الماتش ديال المغرب والسودان نتوما يمكن لكم تشجعوا الفرقه اللي كتبغيو في الموقع ديال وانكس بيت الخوت وقعوا هذه المنصه اللي فيه الربح بزاف الخوت وتشجعوا في وانكس بيت اي فرقه بغيتوا الخوت وغادي تربحوا بزاف ديال الفلوس انا كمغربي غادي نشجع بلادي المغرب هذه شي حاجه اللي باينه وانتوما تقدروا تشجعوا الفرقه اللي بغيتوا في السيت ديال وانكس بيت راه غادي تلقاو الليان في الاول في الديسكريبسيون وفي اول كومونتير سيروا الخوت كليكيو عليه دابا فمشيني وديروا الكود برومو ديالي اللي هو هذا مكتوب بهذه الطريقه هذه باش غادي تربحوا كاول دفعه 130 دولار اللي هي 1300 درهم وحظ موفق للجميع الخوت دابا نخليكم مع الفيلم بلاش بلادي عزلوا تريك وار وصناعي ولا با دابا قتلوا لي الخواجه الصغار دوك ولاد الكلاب وانا والله ما عارف شنو ندير دابا في حياتي وحق الرب حتى ولا مشيت للبوليس البوليس غيشكو فيا انا حيت الادله كامله عليا انا حيت انا اللي كنشي معاه دابا مابقاش بوحدي شي في هذا العالم هذا والله ما عارف شنو غنبقى ندير وحق الرب الله يفاجئ وصافي انا الطريق والشوك لما تصفق علينا كنبغي الوليد الصولو حيت ما بقى زمان صفاو مالو داك الدري مسكين وقال وقع عليه شي حاجه نمشي نشوف مالو لاباس شوقي لك خشي ادخلي سوق راسك بالرجول والله ما عندي لقانا شي حاجه هاد الساعه خليني بوحدي شي بالرجول خويا غير قول لي مالك ما تعرف نقدر نعاونك واخشي واخشي ودويش معاك سير فوتيني عليك ولا نصدق نخسرك ولا شي بلان راه قلت لك راه ما عنديش لقانا اخشي انت غادي نجيك الصراحه حتى انا خويا كان عنده بزاف ديال المشاكل وفي الاخر مشى طيح بطانه ومن بعد ورا اصلا دابا طرا لي هادشي كامل حيت شي واحد موقف معاه ورا دابا ضيع حياته كامله في الحبس الله يطلق صراحه مسكين ولكن انا علاش كتقولي لي هادشي انا اش غنستافد انا ملي انت كتعاودي لي هادشي غير اللي بغيت نقول لك بلي لو كان خويا كان وقف معاه شي واحد كاع ما غيوصل هاد المصل كامله ويمشي يضيع حياته في الحبس ويطيح روح بزاف ديال الحوايج صافي صافي فهمتك اختي فهمتك داكشي علاش بغيت نعاونك وما بغيتكش تطيح في نفس البلان اللي طاح فيه خويا الله يحفظك اختي الله يكبر بيك فمشينا هاد الايام مش هادي بنادم ما كيتسوقش ليا ونشي من دوك الناس القلال اللي تسوقوا ليا تسول الله يحفظك اختي بالرجوله هاد الهضره هادي كتعني ليا بزاف ودابا قول لي شنو وقع لك حتى وصلتي لهاد الحاله اختي بالرجوله باغي نقول لك فمشينا ولكن راه ما نقدرش نقول لك لحقاش الا قلت لك وصلت البوليس راه غادي نقدر نشد انا حياتي كامله في الحبس ودابا انا قلت لك عاود لي ما بغيتكش تطيح في نفس البلان اللي طاح فيه خويا بسحب لك غادي نمشي نقولها لشي واحد لا والله تحمق نتايا مو مخشيشو انا ريتيم فمشيني ما عندي لا امي لا با ما توليا شحال هذه وخلونا انا وخويا الصغير خويا الصغير مسكين الله يرحمه الله يرحمه على مالو شنو وقع ليه مسكين راه قلت لك الله يرحمه اذا شنو يكون طرالي راه مات عاد مؤخرا مسكين مات الله يرحمه مسكين وقول لي كيفاش طرا ليه مسكين عرفتي دابا فاش فكرتيني ولا ما عرفتيش مو مخشي انا عاودك داكشي بالمختصر المفيد واحد المره كنت غادي انا والخوادر الصغير ولقينا واحد الورقه فيها مثلث دائره مربع المهم شي رسومات ما فهمنا فيهم حتى شي لعبه بالرجوله وفي ديك الورقه لقينا حتى واحد النمره وجلس هاد الورقه هذيك الورقه اختي والله ما نكذب عليك انا راه لحد الان وباقي ما فاهمش زعما شنو بلانها ولكن هي واحد الورقه ديال المهمات مهمات كيفاش ما فهمتش دابا صونينا لهذيك النمره اللي لقيناها في هذيك الورقه وبقاو كيعطيونا كل مره مهمه كنديروها انا والخوادر الصغير وفي كل مهمه كنديروها كيزيدونا بزاف ديال الفلوس وشنو العلاقه ما بين هادشي واخوك شنو العلاقه وراه مش بسبابهم راه هما اللي قتلوه واش نتي مكلخه ولا مالك صافي اسمح لي ما ديش عليا اختي بناقص صافي انا غنمشي راه فكرتيني في داكشي ديال خويا الصغير غنمشي في حالي اختي ماشي عاونيني ما والو بالرجوع
لاباس فهمني. ولا اختي صافي دويش معاك بعدي من انا اجي. مصيبه هاد. شنو داكشي؟ هادي الورقة اللي قال عليها أنس. شنو نعيط عليهم ولا لا؟ كل قضية فيها الفلوس زعم. الو اهلا، لا بغيتي تدخلي معنا للمسابقة ديالنا عاد بقيت تربحي بزاف ديال الفلوس. غير هو خصك كل مهمه نعطيوها لك انت ما تسوقيش ليها، خصك ديري هذيك المهمه بزز منك. هذا هو القانون ديال اللعبه. وزيدي في بالك اين فوا غادي تبداي معنا هذه اللعبه هذه ما يمكنلكش تخرجي، حيت الا خرجتي غادي ندمروا لك حياتك. القرار بين يديك دابا. قضية فيها الفلوس وانا ما عندي حتى واحد اللي صرف عليا. خويا في الحبس يعني غنتوكل على الله ونصون عليهم. قولي ليها ليها لا شفتيني غادي بوحدي ما دير شوف خايبة عسراني طا الله يجيب لنا شي هوشي في هاد النهار هذا مقاود علينا وبلا محاضينا وربي ما عاطينا. الله يدير شي تاويل وصافي. حطاي في هاد الكونجيلاتور اكثر من الصنادل اللي في الظروف. يا بلاتي الله يما تبقى فيهم ما نديرهمش الطاب هاد العام. العام الجاي نبدا نصلي. كصيش في ليالي مرة عرفتش باللي صار. ناري عشان يبان ليا شي ضحية. والله ما غنعطل بنادم واحد قرب. والشوك بلا ما تصفق علينا كنبغي الوليد الصولو حاش ما بقى زمان صفاوة هذا زمان. اجي 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 هذاك خونا ولي كان شاعل اللي كان عندي معاه هذاك البلان ديال التليفون وكذا. الله يجي غنحر ديال الموت هذا وحق الرب. وانا كامرادك كنصبر قلبي شمك كي قرد. فين عشيري عقلتي عليا؟ لا ما عقلتش. ما عقلتيش عليا؟ وانا غنفكرك عقلتي عليا دابا؟ عقلتي عليا دابا؟ وانا عاقل عليك انت عاقل عليا؟ مش عاقل عليا. اشوف نقول انا نهضر معاك هضره ديال الرجال. حيد هذه باش نحيدش انا. سمعني سمعني حيد يدك. سمعني شنقول لك. سمعني شنقول لك. سمعني شنقول لك. صح ما بقاش مربي عليا صح. امشي عاج. سمعني شنقول لك. يلا حيد يدك. يلا حيد يلا حيد. راه نشتكش انا. لا تصلحوا شي ضرب. ريح سمعني سمعني هذا العدو اللي بيناتنا ما نفعك لا انت ما نفعني انايا. غنديروا واحد البلان. الا كنت شي راجل هذاك الشيء ديال التليفون اللي ديتي ليا وكذا وبيطقشيني ديك التبيضيخه. انت راجل جاي غادرني بجنوي. وانت هو السبب باش انا نخرج لهاد الطريقه هادي يا صاحبي. انت هو السبب اصاحبي. خويا شنو باغي من الاخر دابا؟ انا نهضر معاك. ريح. انا وقف اوقف. ريح ما كاين وقف الاول بلا ما تسخطني. انا معاك اوقف. سمعني نهضر معاك هضره ديال الرجوله. انت غاتهز وحده بجوج. ما بغيتش انا بجوج هاك هاك ديالك. انت هادي وانا بهادي وغنخرجوا اللي بالينا غنصفيو ديال امي. تبغى تولي ود مونشي ولا؟ واه انت شي انت هذيك المره شنو كنتي ليك؟ كنتي ليا نخدموا بجوج. ما بغيتش حيت كنت صارع عليك. دابا انا واجد. صاخت انا الخوادري ماش صاخت. سميتي سميتي انس ونتايا؟ امين. صافي عشان سمعني اخويا انس. شنو؟ واحد القضيه. قول لي. غنمشيو غنرونوا الشطابب وتشامو. الشطابه سالينا. مرا صحيحه عرجه عوره هريبه. ما سوقناش كما كان بنادم. ما كانش غنفضوها. صافي مشات. دخل معايا عليها. ما عطيتش لي عيب تاكلها. ما بغيتش والو انا شو انا مهلوس انا مهلوس من عند الله نو الا نتحرك. دابا هي دابا. كون ناضي اخي معايا. ما تخافش اصاحبي واش كنبان لك انا ما ناضيش؟ اسمع تكون جالات تصبن ورد. ما تخافش يلا نتحرك. ليتس جو درب العفو غادي نقول لكم حذاري. درب العفو فيه بنادم انتحاري. درب العفو ما تعطلش على كل حنا كاع ما نتعطلوش. بشو هذاك الشيء اللي عندي هذاك الشيء اللي عندي خويا هذاك الشيء اللي عندي التليفون داك التليفون ولا غنذبح منه. درب العفو وشي معجب وشي مطالي حيد درب العفو ولا شتي نقرع على المو صافي حيد اصاحبي واش كنا نقرعوا ليه بهاد الجنوان وحنا ماشي حلاقه صاحبي مرق مني هذا صافي
والله مابقاش دير لي ترنونو صاحبي والله جاجا كون ضريف واش شفتي دوز ابيل فيديو ماشي غير دوز ابيل ها هو حط الفيديو ما تصحش يا فرسي بغداد شوف انا حضر عرفت حسب حضرتك يا ولع وجاجا واه درك شي اسمي واش باغي بلي عيب اسمعنا التليفون ودينا على شبا صافي مزيان نضرو على فيديو نضربو فيها هو قاعد سحب الفرطه هنايا صافي نغيرو نغيرو وين هي حيد من هنا يا انشاء حيد سبحانه حيد من درب لعفو في كبرت وفي بقيت درب لعفو في رجال وفي شميت درب لعفو في الراحة والنعاس دابا هذه هي لوكاليزاسيون اللي صيفطوا ليا خاصني دابا نقلب على ديك الواقع فين كاينه قدامك هاد القرعه فيها الدم وخاصك تشربيها عندك جوج دقائق شنو انا نشرب الدم دوش وكل قضيه فات فلوس اها واخا ناري والله الا الدم ناري غنشربو اها نشرب دي ليها ليه اول مهمه شو شحال صعيبه علم الله شنو جاي من بعد ناري دابا غادي نشرب هاد دقه وحده الو مبروك عليك دابا دوزتي المهمه الاولى ودوزتيها بالطريقه اللي عجباتنا الصراحه دابا ولات عندك في الرصيد ديالك 15 مليون راه غادي عليك دابا ها كملي المهمات كاملين وغادي تربحي بزاف ديال الفلوس 15 مليون او هادشي غير اللي درتو 15 مليون باش نشوف ها شي المهمة الثانية ناري 15 مليون بزاف هذا الشيء لكن أندوز كاع المهمة الجاية ولكن ملي غنسالي غادي نولي لاباس عليا طبيعة الحال يلا مشي سلام أنس بغي نقولك شي هضرة ضرورية عاوتاني انتي شناهي الهضرة الضرورية هي لا دوي أنا كنسمع دابا البلان ما فيه دوي دغيا انا كنسمع واش نبقى انا النهار كامل واش نصنت لك دوي دغيا اللي في قلبك قولي دغيا شوف نجيك من
الاخر انا راه كتعجبني. شنو هو كنعجبك؟ ياه والله الا فشكالات البلان هذا فراسك. اول مره شي دريه تقول لي بحال هاد الهضره هذه، والله الا جاتني فشكالات القضيه. دابا اش بان لك نمشيو نريحو فشي بلاصه زوينه وندويو فيها شي بلاصه زوينه زعما بحال داكشي ديال اكدال وحي الرياض ودوك الشرادي مثلا؟ اه نمشيو، ولكن عرفتي اليوم فشكال وحق الرب. ولكن اجي بلاتي كتقولي لي عجبتيني، اش عجبك في واحد بحالي انا؟ بغيت نفهم هاد القضيه انا. شوف انا دابا داك البلان اللي طرا فوق خويا. انت كيفاش خويا؟ شنو هو خويا؟ اشوفي غتعاودي تجبدي خويا على فمك ولا تندبحك بالرب. انا ما بغيتكش تمشي في طريق خايبه ولا تصدق ميت بحالو. دابا صافي بارك من هاد الهضره هادي، طلعت لي هاد الهضره في راسي انا بالرجوله. شوفي نتي جبتي لي في شكل جبت عليك 14 وما خفتي مني ما والو، ودابا يلا نمشيو نتحركوا لديك البلاصه الزوينه اللي قلتي لي. يلا نوض. جيت موراها وشداني يا خوتي طفلاتي مجنونه، يلا قولوا لي واش بلاني جمعه فوق خلي نتهنى. جيت موراها وشداني يا خوتي طفلاتي مجنونه، يلا قولوا لي واش بلاني جمعه فوق خلي نتهنى. كنتي في بالي خمم غير فيك، جيتي بالي وغزرتي بالعاني شفتي شندير. انا مالي كنتي في بالي خمم غير فيك، جيتي بالي وغزرتي بالعاني شفتي شندير. ضحكت معاك رجحتي لي ديك البسمه وانا وياك، كدرت معاك قلتي لي لا. ضحكت معاك رجحتي لي ديك البسمه وانا وياك، قلتي لي وقلتي لي لا. ضحكت معاك دوزنا نهار زوين هيك انس. لا لا والله شي نهار نوادي وحق الرب بالروج. المهم بغيت نقول لك شي حاجه. اها هذيك الطريق الخايبه اللي دابا انت كدير فيها واللي غادي تقدر تحيدها زعما من هنا للقدام، شنو دابا انا نبعد من هذيك الطريق؟ عرفتي شنو بناقص انا صحاب لي زعما غادي نخرجوا بشي نتيجه، ولكن اش نضيع الوقت سيرها غيرها مشاه بحالي. شوف ديما ضايعين، شوف عندي لكم واحد البلان، غتمشيو عند الفتنات ديال النص اللي كيكون مع خونا في الله داك المول طايمة في الكحلة، انت غتجيب لي من عنده داكشي اللي قلت لي البارح وانت كي تما العادة. دابا تكونوا هنايا عرفتي اللي ديروا ضايعين. اجي ما باغي منك والو، بغينا نشفروك. شنو عادي مالك ما وقع والو صافي. ودوك الاولاد بعد يخلوهم يمشيو يقراو، اش من تبقى تخدم يصيفطوا لك الحشيش ولا يجيبوا لك الحشيش. يلا بحالنا امين يلا بحالنا. شوف من هنا فرقنا مشينا بينا. يعني خلي الدراري يقراو، خلي الدراري يقراو. الرعب دير بلا عفو يلا جمع معايا اللعب. لوكاليزاسيون هنا فين جابتني؟ مي علاش بالضبط المصنع؟ سطاو عليا. الله يحضر السلامة. نمشيو دابا نقلبو على داكشي الورقة. المهمة الثانية خاصك تلقاي الجمجمة اللي خبينا لك حنا في هذا المصنع هذا، وراه عندك غير ثلاثة ديال الدقائق، وزيد عليها هذا المصنع هذا راه كبير بزاف، والجمجمة تقدر تكون في أي بلاصة، راه عندك ثلاثة ديال الدقائق، ما تضيعش الوقت وسر بضاعتك.
سيري اللوكاليزاسيون التالتة باش غادي تعرفي المهمة وسربي راه الوقت كيطير. 47 مليون انت اش لقيت هاد الجمجمة؟ الو امين شوف انا نقضي دابا واحد الغرض واحد نص ساعه ندوز عندك صافي في البلايص نلقاك شماك صافي يلا حيد خروطو عندك تمشي غلط ما انا صاحبك ما تمون بوتو خليني في حياتي تم سم انا شخدم داك 14 اشراق نشي عاوتاني واش فين ما مشيتي مقلقاك واش هي جنيه ولا مالك انا سكنتي مزيان معايا شنو وقع لك علاش تقلبتي عليا شنو طرا ليا وهادي حياتي انا ندير فيها اللي بغيت نتيا ما نسوقكش فهمتيني حياتي هادي ندير فيها انا اللي بغيت داكشي اللي كان بيناتنا راه ساهله وانا دابا هذا انا جديد ماشي هذاك اللي كنتي كتعرفي واناس انا راه باغاك غنعاونك فهمني وانا ما تبغيني ما والو كيفاش باغا تعاونيني انا ما بغيكش تعاونيني ولكن وما كاين ما ولكن انا ما تقوليش هاد الهضره هادي والمره الجايه نعاود نلقاك هنايا راه ما غاديش نعقل عليك باش تكون هادي فراسك وغير دابا حيد بحالاتك لا شفتيني غادي بوحدي ما دير شوف خايبة عسراني طلعو شبيش بلا ما نحسب لالي سفينة بداش بلادي عزلو طريق وار وزناقي ولا الدربي خدو اس اش بين دروبة كاش براكي هذا المغرب اخي سي نورمال ما تشيكش غريبة ندويش الى حقك في البلاد غتسد بيك شقايبة بنت الناس مشي شبيان سدريك غتشي بليبة كصيش في اليا سالم فين اخويا انا صابر
صافي اخشي الله يحفظك. عاوشاني يجي شي اخشى قلنا لك ما بغيتش كلا تعاونيني لا والو فهمتيني انا صافي خلي يدين امي الموت ما بغيتكش تعاونيني اخشي. شوف انا زيت عندك بغيت ندوي معاك في واحد الموضوع مهم. صافي يا انا كنسمع قولي لي شنو هذا الموضوع. باش نجيك من الاخر الورقه اللي قلتي لي فيها المهمات وداك التخربيق مالا المهم راني لقيتها وخدت بديك النمره ديالهم. صونوش لديك النمره اه وانا راه على مسخوطه شنو درتي واش انت هي مريضه ولا مالك ورا ديك الورقه دوك الناس اللي صونيش ليهم راه بسببهم الخوادري ديال الصغير مات واش بغيتي يطرا لك فحال واش انت هي مريضه ولا مالك. لا 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 ما تخافش ما غيطرا لي حتى شي حاجه. اه لا لا ما يطرا لك والو. اه دابا اختي جيني من الاخر دابا انت شنو باغا من عندي انا انت اللي بغيت نعرف انت شنو باغا من عندي. المهم راه انا دوزت كاع دوك المهمات اللي عطاوني. شنو هو دوزتي انت صونيش ليهم ودوزتي المهمات اها كملي. وربقات لي اخر مهمه وبغيت خفت نمشي ندوزها بوحديتي. اه بقى لك دابا مهمه وحده وخايفه علاش تمشي ليها بوحدك. بلاتي بلاتي باغاني نمشي معاك انا ياك والله الا مشيت بالربه باش نجيك من الاخر. وحسبني غير بحال اختك والله حتى خايفه. شنو هو لا لا شي شو بلا ما تحاولي هذاك داكشي اللي دوزوا عليه دوك الناس والله لا عاود تقربت لداكشي انا بالرب. ودابا حسبني غير بحال اختك. شوف وانا ما عندي حتى شي واحد في الدنيا وخويا راه في الحبس دابا وعافاك الله يسهل عليك الله يسهل عليك. هو راه درني بحال اختك. شوف انا راه ما عندي حتى شي واحد. اصافي شوفي ندير معاك واحد البلان تمشيني انا نحسبك بحال اختي الصغيره وانا غادي نمشي معاك مزيانه ولكن شو الا بنت لي شي مهمه في حياه او موت ولا داكشي بحال اللي طرا لي مع خويا الصغير غنمشي في حالي باش نجيك من الاخر. صافي مزيانه شكرا. يلا نتحرك. واش لوكال زوزو كان هنايا يلا شي اشتراك باش نسولو جيني من الاخر واش متاكده باللي هذه هي البلاصه اللي فيها المهم من الاخر. اه هي هذه البلاصه ولكن شوف بلاصتك كي دايره ما فهمتش انا علاش جابونا انا في المصنع هذا. كنت انا بحالك ما عرفتش بحال في بالله والله. دابا شنو خصنا خصنا نقلب على ديك الورقه ياك. اه خصنا نقلبوا على ديك الورقه باش نعرفوا شنو هي المهمه. يلا نقلبوا عليها. داك خونا مالو اش وقع ليه مالو ما شي الشيطان اللي مسكين بلاش بلاش هذيك الورقه راه كاينه حداه هي اللي دغيا اللي دغيا. ها هي لقيت الورقة غنشوف شنو هي المهمة الأخرى ديالك يا ربي تحط السلام. مبروك عليك إشراق وصلتي للمهمة الأخرى ديالك. دابا المهمة ديالك هي قدامك جوج ديال الدراري قدامك جوج ديال الدراري غير واحد في الدراري اللي غادي يقدر يعيش والآخر ضروري خاصو يموت ولكن أنا ما فهمتش هنا تيقولوا بلي كاين جوج دراري هنايا وانا كيبان لي غير دري واحد ولكن هادشي ماشي لوجيك هنا كتبين جوج دراري وانا كاين دري واحد اشتراق شنو بالك فهادشي هذا ما نفهمش والو انا بعدا دابا ما بقى والو. اه راسي شو واقع هنا اشرب راسي ويلي 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 انا تقطع
ضربتني هي بحجرة. شنو واقع هنا؟ إسراف! إسراف! شكون هو خونا اللي مريح انا؟ جينا لقيناه في الاول في هذيك المهمه ما فهمش انا حتى شي حاجه. إسراف! راسي! خويا كبكتي شويه لاباس عليك؟ خويا انت كيفاش خويا؟ واش نتي مريض ولا مالك؟ كتشري يا خوك راه مجدود في الحبس. هذا خويا قد ندير اي حاجه باش نخرجو من الحبس. ولكن انا ما قلتلكش ما تخرجيش من الحبس، واش انا قلتلك خليه في الحبس؟ واش نقولش بعدا نسولك علاش دراج ضربتيني بحجره؟ واش نتي مريضه ولا مالك؟ انا داكشي اللي قريت راه ما كانش هو المهمه. شنو هو؟ بلاتي بلاتي بلاتي، كيفاش ما كانش هو المهمه؟ وشنو هي المهمه الاخرى اللي عطاوك انتيا؟ المهمه اللي عطاوني هي نجيبك المصنع وفي المقابل يخرجوا لي خويا من الحبس. ياك دابا قولي لي واش ماشي حشومه عليك دابا تفلي عليا بحال هكا وتضحكي عليا وانا كنت باغي نعاونك وهادشي كامل؟ دابا قولي لي واش ماشي حشومه عليك؟ غير اسمح لي انس والله، ولكن راه عارفني ما نقدرش نعيش بلا خويا، اسمح لي بزاف. لا لا مش خليتيش هنا، وانا ما خصنيش نموت، ما خصنيش نموت، واش شي ولا ما؟ ولا 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 واش تخليني؟ ولا إسراف؟ إسراف لا! ولا إسراف! لا لا بغيت نعاون نشوف دابا فين وليت! إسراف لا! إسراف لا! دابا شنو درت أنا في حياتي؟ عاقمو وبغاو ينتقمو مني! إسراف! ناني بغيت غير نعاونها! إسراف! إسراف! غادي نقدر واحد الغرض وانا جايه. واش راه حاجه جدا في الكينات؟ اش نغير في كلمة متفوق عليها هادو كتفكر راه شي كذبوا عليك والله تجي يضحكوا عليك فكيني دغيا وفكيني دغيا اش كديري؟ اش كديري؟ إسراف علاش شدت ديك الحجرة؟ هي سمعيني سمعيني واش سمعيني هما تيكيش فلاو عليك إسراف سمعيني لا إسراف سمعيني لا اسمح لي ما هديكين لا عارف قالوا لي وقالوا لي ما نسواش زرت كل شي ومشيت لبعيد حيت عيادني هدرت الناس هدرت الناس عارف قالوا لي وقالوا لي ما نسواش زرت كل شي ومشيت لبعيد دون
يلا مشينا عرفتي شنو انا غادي معاك والله ما مرتاح وحق قرب اخويا انا سكوتش غيدوز مزيان غير تيق فيا صافي يلا نشحال عارف قالوا لي وقالوا لي انا نسواش جرت كل شي ومشيت لبعيد حيت عيادني هدرت الناس هدرت الناس عارف قالوا لي وقالوا لي ما نسواش